الله يخليك السي الفيزا، بغيت غير نسولك على موضوع ديال الإرث حول ما يثار اليوم من حول موضوع الإرث ودعوة الأستاذ محمد رفيقي عبد الوهاب رفيقي المطالبة بالمساواة في الإرث، أو بالتعبير الصحيح فتح نقاش حول موضوع الإرث. ما تعليقك على الموضوع هذا؟ ثم طيب أخي الكريم، من هو رفيقي حتى يريد أن يفتح نقاشا؟ أولا بأي صفة هو يريد أن يفتح نقاشا؟ طيب أنا أريد أن أغلق هذا النقاش، فيصير حينها صوت مقابل صوت. إذن أنت تريد الفتح وأنا أريد الإغلاق، ومن بعد إذن أظن أن الأستاذ عبد الوهاب الرفيقي يجب أن يستحي من نفسه، يجب أن يستحي من ربه، يجب أن يستحي من جحافيل أهل العلم طيلة 15 قرنا. والآن تفتقت عبقريته ورأى أن المرأة بدأت تشتغل، ورأى أن المرأة بدأت تنفق، ورأى ما يرون. يعني أي جهل هذا بأحوال المرأة نفسها خلال كل العصور الإسلامية؟ أي جهل، بدءا بأمنا خديجة رضي الله عنها، وقد كانت غنية، وقد كانت لها أموال في التجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل معها أصلا في تجارتها. يعني كانت المرأة على مر الزمان تشتغل وتكسب وتريث، بل وتمتلك الحلي من الذهب والحرير الذي لم يكن ليس حلالا على الرجال، وتتاجر وتشتغل في الحقول وفي النسيج وفي الحياكة، وتستثمر أموالها هنا وهناك. كانت حقيقة تمتلك، وكانت تسارع إلى الخيرات سواء في تجهيز الجيوش بما تستطيع، أو في بناء المساجد وما بناء الجامع القرويين ببعيد، حيث كانت فاطمة الفهرية بنت هذا الجامع الذي هو طيب شيخ الفزازي، أنت بغيت تقول لنا بأن المرأة كانت مشاركة في مجتمعها، وما كاينش فرق بين مجتمع الأمس ومجتمع اليوم، هادشي اللي نفهم كلامك؟ بالعكس، ربما كانت في 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 العهد الأول كانت أكثر حرية وأكثر اكتسابا وأكثر حقوقا، ومع ذلك لم يتعرض أحد إلى مسألة الإرث. الإرث شيء محكم قسمه رب العالمين فريضة من الله كما قال الله سبحانه عز وجل، وما يدندنون حوله إنما هو في بخصوص الأولاد في 4 حالات فقط. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن الله عز وجل في أكثر من آية يبين أن هذه التقسيمة من الله سبحانه عز وجل من أجل أن لا يضل الناس. والآن أبو حفص وغيرهم يريدون أن يضل الناس، يبين لكم أن تضلوا، هؤلاء يريدون الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شيخ الفزازي، هذا يعني المتكأ ديال الأستاذ محمد عبد الوهاب الرفيقي هو تغير المجتمع باش نغيروا الأحكام، واش هو هذا الكلام هذا جديد ولا كلام قديم؟ هل تغير المجتمع حقا؟ أنا كنسألك، هل بما أنه تغير المجتمع، هل رأيتم أبو حفص أو غيره من العلمانيين، هل رأيتموهم يطالبون بإسقاط النفقة عن الزوج؟ هل رأيتموه بإلزام الزوج بالنفقة نصف مناصفة؟ هل رأيتموهم يطالبون بالحق في بناء الأسرة مناصفة، الكراء والماء والضوء والمدرسة والدواء واللباس والعيد وإلى، هل رأيتموهم يفعلون ذلك؟ فلماذا هذا تسليط الضوء على هذه الجزئيات المبتورة والمنتوفة من سياقها العام؟ نعم الشيخ الفزازي، بالنسبة لك أنت كتعرف الأستاذ رفيقي يعني، وكنتي معاه في المحنة السجن وغيره، يعني شنو السبب ديال هذا التغير الإيديولوجي، خاصة أنه كانت عنده مواقف نقدروا نعتبرها متطرفة قبل؟ هل تعلم أن شوف أبو حفص لما كنا في 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 جناح واحد وفي زنزانة واحدة تقريبا، جناح مثل الزنزانة في سنة كاملة في السجن المركزي، كان إذا دعانا المدير أو أي زائر لا يخرج هو والآخرون من الزنزانة إلا بجلباب وسلهان وعمامة وتعطر إلى آخره، حفاظا على هيبة الشيخارة وهيبة العلم وإلى آخره إلى آخره. وأنا أحترم هذا التوجه، وهو الذي لا يزال يحافظ عليه الشيخ حسن
تفجر، لا أقول تفجر ولكن قلب رأسا على عقب. يكفي الآن فقط بين قوسين الذين أن الذين ينافحون عنه ويدافعون عنه هم أصحاب الحرية الجنسية وأصحاب الإفطار العلني في رمضان وأصحاب ممارسة الجنس خارج الإطار الزوجي وأنه حرية شخصية وحرية وأصحاب الحرية الفردية دون قيد ولا شرط وأصحاب وأصحاب. يكفي فخرا أن هذا هو هؤلاء هم الأحباب والأصحاب الجدد. ثم يكفيه معرة أن ما ذهب إليه ينبذه أهل العلم في الشرق والغرب والشمال والجنوب من أول يوم من تاريخ الإسلام وسيبقى النبذ إلا أن يتوب أو إلى قيام ساعة. نعم الشيخ الفيزازي، الغريب في الأمر هو أن المجلس العلمي الأعلى أصدر يعني بلاغا فوق السابق خاصة بعد خروج محمد الصبار بمطلب المساواة في الإرث، قال بأن حكم الإرث هو حكم قطعي لا يقبل لا مجال فيه المناقشة وعدد من المجال. نعم يا سيدي، نعم هؤلاء لا يحترمون شرعا ولا دينا ولا يحترمون قانونا ولا يحترمون الديمقراطية التي صدعون بها. هل أليس من مبادئ الديمقراطية والحداثة ومن عرفياش احترام مؤسسات واحترام تخصصات؟ أكيد المغربية لها شيء اسمه المجلس العلمي الأعلى يرأسه أمير المؤمنين، جمعت من العلماء من جمعت وأصبروا إذا انتهى احترم نفسك يا فلان ويا علان. البلاد عندها مؤسسات، فلماذا لا نحترم هذه التخصصات؟ هذا قفز. أنا أريد فتح نقاش. من أنت؟ من أنت حتى فتح نقاش فاش؟ هيا افتح نقاش في صلاة المغرب واش تعتبرك هذا؟ علاش ما نديروهاش غايزيد؟ هيا افتح نقاش في خمس صلوات راه بزاف علينا. دون غفدة أي افتح نقاش في صلاة الصبح راه واعرة. ندوزوا على العشرة النهار ماذا السفة ماذا الخفاء ماذا العبث؟ نفتح نقاش في الأوضاع السيئة في الصحة، لماذا لا نفتح نقاش في الجريمة التي تطال أزقتنا وشوارعنا؟ لماذا لا نفتح نقاش في الزنا حتى في القاصرات؟ لماذا لا نفتح نقاش في البطالة وما أدرك من البطالة؟ لماذا لا نفتح نقاش في الرفع من المستوى الإعلامي في بلادنا؟ لماذا لا نفتح نقاش في مهمة الصحافي وواجبة الصحافي والرقيبه إلى أداء أمانته الشريفة النبيلة في مجال نقل المعلومة وفي مجال توعية الناس؟ لماذا لا نفتح نقاش في رفع المستوى في الإطار الجمعوي ولرفع مستوى التأطير عند في المجتمع المدني؟ لماذا لا نفتح نقاش في إصلاح الهيكلة الحزبية برمتها ورفع المستوى من الخطاب السياسي وتجاوز التراشق بالألفاظ النابية بين السياسيين وما إلى ذلك؟ لماذا لا نفتح نقاش في تأطير هذه الأمة بالأصوب ونحو الأصوب؟ لماذا فقط مبطلوا إلا يوصيكم الله في أولادكم؟ يعني شيء مدهش والله، شيء مدهش. ثم بعد من ذلك هذه القناة الحرة التي اتصلت بي ويعني ألحت إلحاحا أن أشارك في هذه المناظرة، ثم بعد ذلك اتصل بي أحدهم من فيرجينيا من أمريكا ويلح علي في المشاركة ووافقت بصدر مرحب، حتى قبل أن ينطلق البرنامج بساعتين ونصف بالضبط. لكني فوجئت أن الذي شارك في مناظرة أبي حفص وغيره إنما هو شيخ من تونس، شيخ ضعيف لا حجة له، وبدلا من أن يعرض علمه وفكره عرض جلبابه وزخرفته ليس إلا، فاستأسد من استأسد واستنسر من استنسر. فلا تشك أن تلك الحلقة كانت مبيتة، فقد وضعوا رجلين أمام واحد ثم انتقوا ما يسمونه برأي الشارع، فانتقوا ما يريدون، ثم إقصائي أصلا من الحلقة بعد إلحاحهم الملح. فهذا كله يبين على أن شريعتنا مستهدفة وأن ديننا مستهدف ولا حول